وهذا سائل يسأل يقول: هل يجوز نحر الإبل عند باب السلطان أو العالم إذا خرج من المستشفى أو غيره؟ شكرا لله على خروجه. أصلي لربك وانحر، تقرأون الآية هذه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، والنسك هو الذبح، فلا يجوز الذبح إلا لله عز وجل، والذبح لغيره شرك. نعم.